السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع، موعدنا اليوم مع درس إملائي بعنوان تنوين الهمزة المتطرفة. في البداية، ما الهمزة المتطرفة؟ الهمزة المتطرفة هي تلك الهمزة التي تقع في الطرف، في طرف الكلمة، بمعنى أن الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي توجد في نهاية الكلمة، مثل كلمات وضوء، لؤلؤ، شاطئ، ماء، سماء. كل هذه الكلمات همزتها متطرفة لأنها وقعت في نهاية الكلمة. إذن الهمزة المتطرفة هي تلك الهمزة التي تأتي في نهاية الكلمة. ولكن قبل الدخول في أو قبل الحديث عن موضوع الهمزة نفسها، نتكلم أولا أو نذكركم أولا بالتنوين. وكلكم درستم أو عرفتم التنوين من قبل، لكن لابد أن نذكر بأقسامه، وأنه ثلاثة أقسام. هناك تنوين بالضم، وتنوين بالفتح، وتنوين بالكسر، وكلكم تعلمون ذلك. ما هو التنوين؟ التنوين في البداية عبارة عن نون ننطقها ولا نكتبها. فمثلا كلمة كتاب، إذا أردنا أن ننونها نقول كتاب، وهذا التنوين بالضم، نقول كتاب. معلم، معلم. تلميذ، تلميذ. فقط في التنوين المضموم نضع ضمتين على الحرف الأخير. باب تكون باب، نضع ضمتين على الباء. هذا بالنسبة للتنوين الضم. إذا انتقلنا للنوع الثاني، هو التنوين الكسر، التنوين بالكسر. هو فقط عبارة عن كسرتين تحت الحرف الأخير. فلو قلنا مثلا كلمة باب أيضا وأردنا أن ننونها بالكسر، نقول باب، فقط نضع كسرتين تحت الباء. معلم تكون معلم، كسرتين تحت الميم. هذا بالنسبة للتنوين المضموم والتنوين المكسور. أما درس اليوم أو حديثنا اليوم عن النوع الثاني، وهو تنوين أو التنوين بالفتح. مثلا قلنا كلمة باب، باب، النوع الأخير بابا، هو التنوين المفتوح. مثل هذه الأمثلة التي أمامكم، فتحت بابا، بابا منونة بالفتح. أحببت وطنا، زرت شاطئا، أحسنت وضوءا، شاهدت طفلا، استخرجت لؤلؤا، حفرت بئرا، أنقذت بريئا. لو لاحظتم، كل هذه الكلمات منونة تنوين بالفتح. ماذا نلاحظ في التنوين بالفتح؟ نلاحظ أو كما تعلمتم من قبل، أن في التنوين المفتوح نضع ألف، ألف نسموها ألف التنوين، وهي ألف زائدة بعد الحرف الأخير. فكلمة باب آخر حرف أو الحرف الأخير من الكلمة هو حرف الباء، ولكن لو لاحظتم هذه الكلمة فتحت بابا، لوجدتم كلمة باب هنا بعدها ألف. هذه الألف لماذا؟ لأن التنوين هنا تنوين بالفتح. إذن التنوين المفتوح نضع بعد الحرف الأخير ألف، اسمها ألف التنوين. كذلك زرت شاطئا كما هو أمامكم، شاطئا الكلمة نهايتها الهمزة، ووضعنا بعدها الألف التي ترونها. لماذا؟ لأن هذه الكلمة منونة تنوين بالفتح. أيضا أحببت وطنا، أحسنت وضوءا، شاهدت طفلا، استخرجت لؤلؤا. كل هذه الأمثلة نجد في نهايتها ألفا اسمها ألف التنوين، وقعت بعد الحرف الأخير. إذا مرة أخرى، التنوين أو التنوين بالفتح مثل بابا، كتابا، هو نضع بعد الحرف الأخير ألف اسمها ألف التنوين. لكن هل هذا في كل الكلمات؟ هو في أغلب الكلمات ما عدا، أو في أغلب الأحوال ما عدا أربع أحوال، ما عدا أربعة أحوال. يعني قلنا إن التنوين المفتوح نضع في نهايته ألف بعد الحرف الأخير، ما عدا أربع أحوال، منها حالتان رقم واحد واثنين كما ترون، متعلقتين بالهمزة،
وهو عنوان الدرس تنوين الهمزة المتطرفة، يعني كيف نضع التنوين في الهمزة في نهاية الكلمة. انظر معي إلى رقم واحد. رقم واحد في المواضع التي لا يكتب فيها ألف في النهاية في تنوين الفتح. واحد، إذا كان الاسم آخره همزة متطرفة وقبلها ألف مثل كلمة سماء. انظر معي إلى كلمة سماء. كلمة سماء عندما نونناها بالفتح قلنا سماء، هل وضعنا في نهايتها أو بعد الهمزة هل وضعنا ألف في النهاية مثل كلمة بابا؟ يعني كلمة شاهدت طفلا، طفلا وضعنا ألف بعد اللام. في كلمة سماء قلنا سماء، هل وضعنا ألف بعد الهمزة؟ لا. لماذا؟ لأن الكلمة انتهت بهمزة وقبلها ألف مد، وهذه هي الحالة الأولى. الحالة الأولى التي لا يكتب فيها ألف إذا كان الاسم أو إذا كانت الكلمة آخرها همزة والهمزة قبلها ألف، لا نضع ألف التنوين حتى لا يجتمع ألفان في الكلمة. بعد ذلك انتقل معي إلى رقم 2. إذا كان الاسم آخره همزة متطرفة فوق ألف، إذا كان الاسم آخره همزة متطرفة فوق ألف مثل كلمة نبأ. انظر معي إلى كلمة نبأ. إذا أردنا أن ننون التنوين بالفتح نقول نبأ، لكن لا يمكن أن نضع بعد الهمزة ألف. لماذا؟ لأن الهمزة هنا في النهاية مكتوبة فوق ألف، فلا نأتي بألفين أو ألف بعد ألف. كلمة نبأ مرة أخرى تنتهي بهمزة مكتوبة على الألف، لذلك لا نأتي بعدها بألف التنوين التي كتبناها قبل ذلك. ننتقل إلى الحالة الثالثة وهي ليست مرتبطة بالهمزة. إذا كان آخره تاء مربوطة، يعني الكلمات التي آخرها تاء مربوطة لا يمكن أيضا أن نضع فوقها أو أن نضع بعدها ألف مثل بابا ووطنا وموضوع، لا يمكن أن نضع ألف. جرب حتى أن تكتب في كلمة شجرة اكتب بعدها ألف، لن تجد الشكل مقبولا أبدا. كلمة شجرة لا يمكن وضع ألف بعد التاء المربوطة، وهذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التي لا يمكن أن نكتب فيها ألف في نهايتها بعد التنوين، إذا كان آخره ألف مقصورة، والألف المقصورة يمكن أن نقول عنها الألف اللينة، وأنتم عرفتم الألف اللينة مثل كلمة فتى، مصطفى وهكذا. هذه الكلمة فتى عندما ننونها نقول فتى، لكن لا يمكن أن نضع ألف بعد الحرف الأخير، لا يمكن. كلمة مصطفى مثلا نقول مصطفى، لا نضع أيضا ألف. هذه هي الأحوال الأربعة أو الحالات الأربعة التي لا يكتب فيها ألف التنوين بعد الحرف الأخير. مرة أخرى نذكركم بتنوين الهمزة المتطرفة، الهمزة إذا أتت في نهاية الكلمة هي وغيرها في تنوين الفتح نضع ألف إلا في هذه الأحوال. الحالة الأولى والثانية مرتبطة بالهمزة، إذا كانت الهمزة وقعت في نهاية الكلمة بعد ألف مد مثل كلمة سماء، الهمزة في نهاية الكلمة وقبلها ألف لا يمكن أن نكتب ألف بعدها. بعد ذلك الجزئية الثانية، إذا كان الاسم آخره همزة متطرفة فوق ألف مثل كلمة نبأ، كلمة نبأ الهمزة مكتوبة على الألف كما ترى، لذلك نقول نبأ ولا نكتب بعدها ألفا أخرى. بعد ذلك الحالة الثالثة، إذا كان آخره تاء مربوطة، وهذه ليست مرتبطة بالهمزة، إذا كانت أي كلمة تنتهي بتاء مربوطة وأردنا أن ننونها تنوينا بالفتح نقول شجرة فقط بدون أن نضيف ألف بعد التاء المربوطة، لا يمكن أن نكتب ألفا بعد التاء المربوطة. كذلك الحالة الرابعة، إذا كان آخره ألف مقصورة مثل كلمة فتى، الألف المقصورة ما نسميها الألف اللينة كما عرفتم، اسمها الألف اللينة، أي كلمة تنتهي بألف لينة مثل كلمة فتى لا يمكن أن نضع بعدها ألفا عندما ننونها. هذا كل ما يتعلق بالهمزة المتطرفة أي التي تأتي في نهاية الكلمة وبتنوين الكلمات في تنوينا بالفتح.
بعد ذلك اقرأ معي في نفس الصفحة، صفحة 54، إذا كانت الهمزة متطرفة على السطر بعد ساكن فإن ألف التنوين يكتب كما يلي: 1. إذا كان الحرف السابق للهمزة لا يتصل بما بعده جاء ألف التنوين منفصلا. ما معنى هذا؟ كن معي في المثال وأنت ستفهم إن شاء الله. كلمة جزءا وهدوءا، هنا أتى ألف 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 التنوين، جزءا الكلمة منونة بالفتح وضعنا فيها ألف، لكن هنا الألف لا تتصل بالهمزة. لماذا؟ لأن هذه الحروف لا تتصل بما قبلها. هل يمكن أن نصل الحرف الزاي بالهمزة؟ لا، لذلك نضع الألف منفصلة. وكذلك كلمة هدوء، هدوءا لم نصل الألف بالهمزة. لماذا؟ لأن الهمزة لا يمكن أن تتصل بالواو، ننظر إلى ما قبلها. أما الجزئية الثانية، إذا كان الحرف السابق للهمزة يتصل بما بعده جاء ألف التنوين متصلا بالكلمة. هذه الحالة عكس الحالة الأولى، كلمة جزءا الحرف الزاي لا يمكن أن يتصل بالهمزة، لذلك ألف التنوين أيضا تأتي غير متصلة، تأتي منفصلة. أما في مثل كلمة شيئا، الياء يمكن أن تتصل بالهمزة، لذلك كتبنا الألف أي ألف التنوين متصلة أيضا بالهمزة. كذلك كلمة عبئا، الباء يمكن أن تتصل بالهمزة، يعني حرف يمكن عند كتابته أن يتصل بما بعده، طالما أنها وصلت بما بعدها نكتب الألف متصلة بها. تعالوا أكثر، ننتقل إلى التدريبات حتى نتأكد من مدى فهمنا للقاعدة. في الصفحة التي بعدها، سؤال 1، نون الكلمات الآتية بالفتح. هذه الكلمات كلها سوف ننونها بالفتح، ونرى هناك بعض منها نكتب ألفا أي ألف التنوين بعد الحرف الأخير، وهناك بعض الكلمات الأخرى لا يمكن أن نكتب الألف كما ذكرنا في الحالات الأربعة. كالأول كلمة، كلمة لقاء، لقاء ننونها لقاء، هل يمكن أن نضع ألف بعد الهمزة أو لا؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الهمزة أتى قبلها ألف بدء، فلا يمكن أن يأتي ألفان هنا. بعدها جريء، جريئا نضع الألف. مبدأ، مبدأ لا نضع. لماذا؟ لأن هذه الحالة الثانية، الهمزة كتبت على ألف، لذلك لا نضع ألف أخرى. بدء، هنا نضع الألف، نقول بدءا. آراء، لا نضع الألف. لماذا؟ لأن هذه الحالة الأولى، الهمزة قبلها ألف مد. تكافؤ، نقول تكافؤا، نضع ألف المد، عفوا نضع ألف التنوين. وضوء، وضوءا نضع الألف أيضا. بريء، بريئا نضع الألف، لأن كل هذه الكلمات التي نضع فيها الألف ليست من الحالات الأربعة التي يمنع كتابة الألف. ملجأ، ملجأ هنا الهمزة كتبت على الألف، لذلك لا نضع ألف التنوين. بعد ذلك عبء، عبئا نضع الألف. تباطؤا نضع الألف. شاطئا، شاطئا نضع الألف، وقبلها لجوء، لجوءا نضع الألف. كلمة خطأ، خطأ لا يمكن أن نضع الألف. لماذا؟ لأن الهمزة هنا كما ذكرنا كتبت على الألف ولا يأتي ألف بعدها. مفاجئا نضع الألف. ماء لا نضع الألف. لماذا؟ لأن الهمزة أتى قبلها ألف مد. مثلها سماء نفس الكلام، الهمزة أتى قبلها ألف مد، لذلك لا نضع الألف. مساء أيضا الهمزة أتى قبلها ألف مد، لا نضع الألف، مساء بدون الألف. صدأ الهمزة هنا مكتوبة على الألف، لذلك لا يمكن أن نأتي بألف أخرى، صدأ بدون الألف. غذاء الهمزة وقعت بعد ألف مد، لا نضع الألف، غذاء بدون الألف. شيئا نضع الألف، وهكذا في كل في أي كلمات أخرى. لو لاحظتم في هذه الأمثلة نجد هناك كلمات نكتب بعدها ألف
والأخرى كلمات أخرى لا نكتب بعدها ألف، وهي لا تخرج من الحالات الأربعة التي ذكرناها في الصفحة التي قبل ذلك. ننتقل إلى السؤال الثاني، صحح الخطأ فيما يأتي. هناك كلمات خاطئة سوف نقوم بتصحيحها. ألف، لابد أن نأكل غذاء صحيا. ما الكلمة الخطأ؟ طبعا لو نظرتم إلى كلمة غذاء سوف تكتشفون أنها أو أن كتابتها خاطئة. وضع خطا تحت كلمة غذاء، لماذا؟ لأنه وضع ألف بعد الهمزة، والهمزة هنا قبلها ألف مد، لذلك لا توضع ألف التنوين، والإجابة كما هي أمامك غذاء بدون الألف. ب، حامد حفظ جزءا من القرآن وأخوه حفظ أجزاء. كلمة جزءا لابد أن نضع الألف، لماذا؟ لأنها ليست من الحالات الأربعة، جزءا هكذا نضع ألف التنوين. وأخوه حفظ أجزاء، أجزاء بدون الألف، نحذف الألف، يعني كلمة جزءا نضع الألف وكلمة أجزاء نحذف الألف. شربت ماء كثيرا، كلمة ماء مكتوبة خطأ، ضع خطا تحت كلمة ماء والصواب احذف الألف من كلمة ماء، اكتب هكذا ماء. سمعت نبأ سارا، نبأ الهمزة هنا عفوا نضع خطا تحت كلمة نبأ لأنه كتب ألف التنوين بعد الهمزة وهذا لا يصح، حتى انظر معي إلى الشكل غير مقبول. نبأ لا نضع همز ألفا بعد الهمزة التي هي مكتوبة أصلا على ألف، لا يجتمع ألفان بهذا الشكل. نبأ احذف الألف. ما ذلك؟ جيم، رأيت ضوءا باهرا، كلمة ضوء لابد أن نضع الألف لأنها ليست من الحالات الأربعة، رأيت ضوءا. بعد ذلك ح، أصلحت الدولة أحياء كثيرة، سوف نقوم بحذف، ضع خطا تحت كلمة أحياء واحذف الألف، أحياء بدون الألف كما هو مكتوب أمامك. همزة وقع قبلها ألف مد. خ، عرفت شيئا أو عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. كلمة شيئا هنا لابد أن نصل الياء بالهمزة لأنها تتصل ونكتبها هكذا شيئا ونضع الألف، وغابت عنك أشياء مكتوب أمامك الهمزة على الواو وهذا خطأ، الهمزة على السطر أشياء. بعد ذلك مثال دال، اشرب ماء كثيرا في الصيف، اشرب ماء كثيرا في الصيف، كلمة ماء موجودة بالألف نحذف الألف، اشرب ماء وهكذا. ننتقل إلى السؤال الأخير مكتوب أمامك، لماذا كتبت كلمة عبئا هكذا عند تنوينها بالفتح وكتبت كلمة جزءا هكذا عند تنوينها بالفتح أيضا رغم أن كلتا الكلمتين منتهيتان بهمزة متطرفة على السطر مسبوقة بساكن؟ ما معنى السؤال؟ عندنا كلمتان هما كلمة عبئا كما ترونها منونة تنوين بالفتح والألف مكتوبة، وهنا كلمة جزءا أيضا منونة تنوينا بالفتح والألف مكتوبة، لكن لو نظرت جيدا إلى الكلمتين وجدت في كلمة عبئا الألف ألف التنوين متصلة بالحرف الذي قبلها متصلة بالهمزة، أما في كلمة جزءا فالألف ليست متصلة بما قبلها أي ليست متصلة بالهمزة، فما السبب في ذلك؟ كما ذكرنا في الصفحة السابقة اقرأ ما هو مكتوب أمامك، عبئا كتبت بهذا الشكل لأن الباء أي الحرف الذي قبل الهمزة لأن الباء حرف يتصل بما بعده يعني يمكن أن يتصل بما بعده، لذلك كتبت الهمزة متصلة عفوا لذلك كتب التنوين الهمزة أيضا كتبت متصلة والتنوين كتب متصل يعني ألف التنوين كتبت متصلة، لماذا؟ لأن الباء حرف يمكن أن يتصل بما بعده. أما كلمة جزءا هل يمكن، وجرب معي كتابة، هل يمكن أن تصل حرف الزاي بالهمزة؟ لا يمكن لأنه حرف لا يتصل بما بعده. أكتب يبقى كلمة جزءا السبب لأن الزاي حرف لا يتصل بما بعده، لذلك جاء ألف التنوين منفصلا، لماذا؟ لأن الزاي لا تتصل بما بعدها، أما في كلمة عبئا الباء متصلة بما بعدها، لذلك ألف التنوين أيضا تتصل بما قبلها.
إلى هنا أحبائي نكون قد انتهينا من شرح درس تنوين الهمزة المتطرفة وإجابة تدريباتي. أرجو من الله أن تكونوا قد وفقتم في فهمي، وإن شاء الله إن ظهر أمامكم أي سؤال أو أي استفسار أرسلوا لي أسئلتكم وإن شاء الله سوف نجيب عنها، وبإذن الله سوف نجيب أيضا أو سوف نرسل التدريبات مجابة كما هو أمامكم، سوف نرسلها مكتوبة إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.